أنا عمري 15 سنة، فببساطة اخترت الرقم ده علشان في السن ده ممكن حاجات كتير قوي تتغير في حياتي. أنا اسمي ميرنا هشام، صوتولي على رقم 15. أغنية لشيرين عبد الوهاب رح نسمعها بصوت ميرنا هشام من مصر. سيب الكلام، خليني أمسح دمعتك، متى تنسى يكفيني منك بسمتك. سيب الكلام، خليني أمسح دمعتك في البعد عنك، أسوأ وألم في البعد عني حيرة وندم في البعد عنك، أسوأ وألم في البعد عني حيرة وندم. قطع على جنبي قلبي سام أسوأتك، خلاص مسام أسوأتك. مش معقول. احسنتي يا ميرنا، يا ميرنا انا بدي اتبلش اتخانق مع احلامنا اليوم. هي قالت انه اللي حيكسب شاب، انا بقول لك هي البنات اللي حيكسب. انت من اليوم تتخانق معاه؟ ما دام ابتدت، ما دام ابتدى الغنى مع البنات هيك، انا مع البنات. ميرنا بدي لك شغله، وانا مع الشباب. ميرنا انت صوتك حلو جدا واحساسك عالي جدا ووقفتك وهضامتك قريبه جدا جدا جدا. راغب يعني بدلنا من السنه الماضيه بين برافو برافو برافو، اليوم صار جدا 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 جدا, جداً. نانسي شو رايك؟ شو رايك بميرنا؟ انا اليوم هيك رح تبلش الحلقه اليوم بقهوه ونص. طبعا لانه احلام. انا اول لما اعطونا الورقه في عشان نختار صوت في وقت الاصوات، لما كانوا يجونا في الكاستنج قالوا انه في بنت عمرها 15 سنه، بنت 15 سنه اكيد ما راح نقبلها. بس انا اليوم اقول احنا فعلا مش متحسفين ابدا ان اخترناها. صح. لانه عم بتغني الموهبه الحقيقيه ما تعرفش سن، ما تعرفش ولد ولا بنت. صح. الموهبه موهبه. صح. الجميع بيتفق عليها، وانا متاكد ان الجميع هيتفق عليكي. 15 ألف برافو. شكرا لكم.
إذا حبيتوا ميرنا فيكن تصوتوا لها بإرسال رقم 15 على الأرقام المخصصة لبلادكن والظاهرة بأسفل الشاشة، لكن دايماً تذكروا إنه التصويت ما رح يبتدئ إلا بعد انتهاء الحلقة وسماع الكل.